القلية الجزراوية السورية كيتودايت على أصولها، هاي نستخدمها للمناسف، للتزييل، للصندويش، لأي شيء أنتو تحبوه. كثير لذيذة وكثير طيبة وكثير صحية، جربوها وادعولي وصحتين وألف هنا. عندي شقفة لحمة بدي أقطعها إلى قطع كبيرة كثير. هلا بدي أغسلها. غسلتهم وهلا بدي أنشفهم. هلا بدي أملحهم وأخليهم بالبراد لثاني يوم. هاي اللحمة ثاني يوم أحطها على النار. ورق غار وفلفل حب وقرفة وهيل، وبدي أغمرهم بالماء وأخليهم لحتى يغلوا، وبعدين أهدي النار 3 4 ساعات على 100 مهلة تستوي. كل ما تطلع هاي الرغوة بدي أنظفها، وهلأ بهالمرحلة، هاي مرحلة الغليان، هلأ بدي أهدي النار على أوطى شيء وأغطيها وأخليها تستوي على 100 مهلها، يعني ساعة ساعتين حسب ما تستوي. بدي سمنة حيوانية شي ملعقتين كبار. وهاي اللحمة تبعتنا بعد تقريبا 4 ساعات من الطبخ الهادي، أو تقدروا تستخدموا طنجرة الضغط، يعني نص ساعة زمان بيمشي الحال، النتيجة واحدة. هلأ بدي أقليهم. بس تأكدوا من الملح، إذا بدها ملح حطولها وخلوها تقريبا شي 10 دقائق. وصحتين وألف هنا، وأطيب قلية جزراوية سورية راح تذوقوها بحياتكم. راح تاخذوا فيها طبعا بالفريزر، وخلوها إمتى ما بدكم تستخدمونها استخدموها.